بقول لك اه يا جوان الطريق ماشي كده طوالي غريب احنا مهتمين بالاثار والاثار بس كان عندها مشكله الفتره الاخيره ولازالت موجوده وهي ان دخلها تراجع بسبب تراجع السياحه فبالتالي مش قادره تصرف على المشاريع بالشكل اللي كانت بتصرف بيه ولكن لحضرتك اكيد اعلامي ومتابع ان في افتتاحات بشكل منتظم ولكن مش قادره انها طبعا توفي كل احتياجات جميع الاثار في نفس الوقت والدليل ان الموقع اللي احنا فيه ده اللي ما بنلوش صور زي ما حضرتك شايف ما بنلوش صور على مدار كتير بس مبني سور مبني سور ويقدر يستفيد وممكن يدخل قطاع الخاص اللي هو يطور في ده بقى المنظور. ده اللي احنا شغالين عليه في الوزاره دلوقتي القطاع الخاص برضو قبل ما يفكر انه يبني لك سور في منطقه هنا برضو ما تنساش القطاع الخاص ده بيفكر في المنفعه المكسب اللي هيجي له من وراه بس انا برضو مش بتكلم من الشق السياحي الشق السياحي ده شق ثانوي انا بالنسبه لي الاول احافظ على الاثر ثم استغله سياحيا طبعا الاول هو الحفاظ على الاثار حفاظ الاثار دي مشكله مقابلانا دلوقتي في التمتا بشكل عام هي منطقه الاسوار ومنطقه التامين ودي مش في دمياط بس دي موجوده في الدلتا كلها في الصعيد كمان لكن في الدلتا احنا حاسين بالمشكله اكتر عشان الدلتا فيها زحف سكاني فيها زراعه فيها مياه جوفيه عاليه فيها نباتات طول ما انت شايف فيها منطقه سكن متاخم داخل تعديات اكتر من اي حته تانية في البلد دي مشكله مش وليده النهارده طبعا احنا في ظل الظروف اللي احنا معانا في ظل امكانياتنا بنحاول نشتغل باللي بنقدر نوفره على مستوى مصر كلها على مستوى المليون كيلومتر مربع يعني.